يعني تعطيهم دافع اكثر، ما تعصب. حاكم لعبها بالجول. اسماعيل العجمي في الدقيقة 27. هدف بالراس حلو لنادي الكويت من كرة ملعوبة صح براسية الدولي العماني اسماعيل العجمي ليكون هو الهدف الثاني في المباراة. شوفوا الارتقاء، سلام بالزاوية الأخرى، لكن لا زال طارق الكندري معصب والعصبية اللي فيه، ومن الركنية اللي لعبت بشكل جميل جدا من حسين حاكم والعماني يتابعها داخل المرمى لتصبح النتيجة 2-0. شوف الكرة، ويعني أيضا يتحمل طارق الكندري جزء كبير في تسجيل الهدف الثاني، لأنه كان ممكن يعني صد الأصعب وشال الأصعب.